مع صديقي حاتم مونس وصديقتنا سونيا بن ساسي، نحن الثلاثي اللي كانت عنا الفكرة متاع التظاهرة هذه اللي هي لا للعنف نعم للسلام. الفكرة جات من أنه حسينا البيبان قاعدة تسكر في تونس، والسبب الكبير الغول اللي خوف الناس كل هو العنف، وسنا نخمو باش نهجو أنسر تاتون. قلنا لا ما نهجوش، نقعدوا ونقاوموا العنف. أنا يوسف إيدي جتنا الفكرة مجتمعين هكا مع بعضنا، قلنا نعملوا أكسيون ضد العنف، وأكسيون يلزم ندخلوا فيها العباد اللي استنسنا بيهم، اللي العباد تعرفهم دي سيليبريتي، معناها أشخاص معروفين في الميادين الكل، في الرياضة، في الفن، في الموسيقى، في السينما، في المسرح، في السياسة، في حقوق الإنسان، معناتها خلطة كبيرة في الفن الشعبي. وبدينا نتصلوا بالأشخاص هذوما ونشوفوا مدى استعدادهم قبل ما ندخلوا معنا التجربة. كي لقينا فما ناس تقولي والله يا حاجة باهية، ولينا حبينا نبلوروا الفكرة. وبالطبيعة جات بعديك المرحلة متاع التنفيذ، كلمنا الجهة اللي معناتها ساندتنا برشا، واللي هي جمعية مواطنة وتواصل اللي رئيستها مدام سميرة ترجمان، فرحوا معناها وتقبلوا الفكرة بشكل إيجابي. بعديك دخلنا لكن ما سألت العوائق، شنو ما العوائق الممكنة، شنو كذا، بالسياسة وصلنا لقينا الفكرة اللي نحن نعملوا ان جور دو فيرنيساج، معناها التظاهرة هذه اللي هي باش نجيبوا لي سيليبريتي هذوما يصوروا مساج ضد العنف، رسالة ضد العنف. المكان ماهوش صدفة، كي نختاروا العبد اللي الفضاء عنده رمزية معينة، فهمت؟ رمزية معينة، أنه هذوما زاد اللي جاء وما همش من نفس المشارب الفكرية. جبنا معناتها من أقصى اليمين لأقصى اليسار. تشوف أنت اليوم تجي مثلا نعطي جوسيت كيلكو نو، مثلا تجي تلقى أنس جابر بطلة متاع التنس تضحك وتلعب هي ورضا بالحاج متاع حزب التحرير ويعملوا تصويرة مع بعضهم، بالحق ساغي شوف لو كور، حاجة باهية برشا. يزينا ما قسمونا تونس برشا بلدان، نحبوا تونس واحدة، بلاد واحدة، الناس كل نعيشوا فيها، نحترموا بعضنا ونقبلوا بعضنا، هذا المطلوب. نظن اللي هام كون العبد ساعة لساعة يعمل هكا نحي شوية غبرة من على كتافه، خاطر كي نحي شوية غبرة من على كتافه، كيفي أنا نحيت شوية غبرة من على كتافي اليوم، برشا عباد زاد نحاو شوية غبرة على كتافهم وغزروا للعالم بطريقة أخرى. أنا نصور في المطرقة بتاعي وبحذايا من الشيرة الأخرى رضا بالحاج من حزب التحرير يصور في حاجة أو يكتب في حاجة، هو يحاول يعبر عن طريقته وأنا حاولت نعبر عن طريقتي. الفرق بيناتنا شاسع ويتشاف، إذا كانت تحط الحاجتين بجنب بعضهم تقيس الفرق، لكن كون وقفنا مترو بيناتنا، هو يمكن أول مرة في عمره يشد بنسو من اللي خرج من السكوندير، وانا اول مره نشد بنسو من اللي خرجت من البوزار، وزوز وقفنا نفكروا في نفس الموضوع، وكيف ما نشوفوا كل واحد منا عطى الاجابه بتاعه، والاجابه بتاعه مختلفه. Thank you.
بارابور لليفينمون اليوم سهلت. ما ننساوش احنا كونوا الاسلاميين في تونس عام التالي كانوا قائمين بثوره على العبدليه، واليوم البعض منهم يجي للعبدليه ويشد بنسو في يده. هذا هام المره الجايه وقت اللي يحكيوا له، اذا كان هو ما عندوش قدره باش يشوف، يقولوا له راهو الفنانين كذا، ولا راهم عاملوا كذا، ولا راهم جماعه البنسوات يعملوا في كذا. يمكن تكون عنده بعض الاليات الجديده باش يخمم بطريقه مختلفه.